يعطيكم العافية يا رابع. اليوم رح نبدأ بوحدات قياس الكتلة. حكينا بالدرس السابق عن وحدات قياس الطول، واللي قبله حكينا عن وحدات قياس الزمن. الزمن فيه له بيت خاص، السنة والشهر واليوم والساعة والدقائق والثواني عايشين عند الزمن. طيب عندك المتر والكيلومتر والسنتيمتر والمليمتر عايشين في بيت مين؟ اللي هو الطول. اليوم بدنا نحكي عن بيت جديد اسمه بيت الكتلة. هذا الكتلة يعني أنا بدي أقيس فيها لمس وزن، لا بدي أقيس فيها طول ولا بدي أقيس فيها زمن، بدي أقيس وزن. يعني لما أجي أحكي لك أنت قديش كتلتك، كتلتك أنت يعني قديش وزنك. مثلا بتروح على السوق بدك تشتري عندك تفاح وموز، هلا لما تروح على التفاح والموز بتقيس عندك طول التفاح وطول الموز؟ لا، بتروح تحطهم بكيس، تحطهم على الميزان، بتحكي له قديش وزنهم، قديش وزنهم يعني قديش الكتلة. طيب لما نسأل عن الوزن، شو هي الوحدات اللي تعيش عندك في بيت الكتلة أو بيت الوزن؟ شو هي الوحدات؟ إما بتقول لي أنا عندي الطن، الطن هي عبارة عن وحدة كتير كبيرة وضخمة، بنقيس فيها الشغلات الضخمة، مثلا فيل، الفيل مستحيل إني أحطه على الميزان هذا اللي عند البياع اللي بيكون أحيانا بالمولات. إذا أنا بستخدم الطن للأوزان الثقيلة أو الضخمة جدا. في عندك الكيلوغرام، الكيلوغرام مثل دائما نتعامل معها، بنشتري تفاح، بندور، خيار، دائما بالكيلوغرام. حتى أنت وزنك لما توزن حالك مثلا تحكي 60 كيلو أو مثلا 30 كيلو، 25 كيلو، تمام؟ هلا الغرام، الغرامات اللي هي بتكون عندك اللي هي الأقل من الكيلوغرام، بنقيس فيها شغلات خفيفة، مثلا تفاحة لحالها نحكي عنها مثلا والله 200 غرام. طيب اربع خمس تفاحات بتحكي عنهم والله كيلو، تفاحه لحالها بنحكي عنها غرام. مثلا بدك تقيس مثلا تمسك خياره لحالها بتحكي عنها مثلا الغرام. اللبن لما نروح نشتري اللبن مثلا العلبه لحالها مكتوب عليها مثلا 700 غرام اللي هي اقل من الكيلو بتكون دائما، او مثلا علبه اللبن الصغيره مثلا عليها 250 غرام لسه اقل بتكون. هاي الاوزان بنتعامل معها احنا بحياتنا العاديه. هلا بدي اياك تفهم الدرج خط اللي هو كل حصه لا على وحدات القياس رح نرسم درجه جديده. الدرج الاول كان على الزمن، الدرج الثاني حكينا عن الطول، اليوم درجنا بده يضم عندك الكتله. شو هي وحدات قياس الكتله يا مس؟ اكبر وحده اللي هي الطن، كل واحد طن في 1000 كيلو غرام، وكل واحد كيلو غرام في 1000 غرام. طيب نشوف المثال اللي بتكون مثالنا بنكتبه بنحول بين الوحدات نفس الطريقه اللي كنا بنشرحها بالحصص السابقه. 800 كيلو غرام بدي احولها الى غرام، بنزل 80 نزلتها. هلا بدي اروح على الدرج احط اصبعتي عند الكيلو غرام واضلني نازله عند عند الغرام، هي الكيلو غرام نازله يعني عندي عمليه ضرب. اذا عرفت العمليه على قديش بدي اضرب؟ على إذا أنا لازم هون أضرب في 1000. طيب 80 ضرب 1000 حكينا بالضرب، كل الأصفار تطلع 1 2 3، هي أربع أصفار طلعتهم، 8 ضرب 1 8 غرام، إذا شو طالع عندي؟ 80000 غرام. سؤال ثاني 67 طن بدي إياها بالكيلو غرام، بنزل ال 67 هي وين الطن؟ هي بدي إياها بالكيلو غرام نازلة يعني بدك تضرب في 1000. إذا هون يا مس رح نضرب في 1000. يلا الأصفار كلها بتطلع، هي ثلاث أصفار طلعت، 67 في 1 67000 كيلو غرام. سؤال ثلاثة 130 كيلو غرام بدي إياهم بالغرام، بنزل 130 من كيلو غرام إلى غرام، أنا نازلة أضرب في 1000، تضرب لي يا مس في 1000. يلا كم صفر عندي العملية؟ 4، لو عملية ضرب نطلع كل الأصفار، 13 في 1، 13 إذا 130000 غرام. عندك 4 طن بدي إياهم أعرف كم كيلو غرام فيهم، بننزل الأربعة، هلا من طن إلى كيلو غرام بدنا نضرب في 1000. هي ضربنا في 1000. طيب 4 ضرب 1000 اللي هي 4000 كيلو غرام. مثال اثنين، ما كتلة بطيخة بالكيلو متر، عفوا بالكيلو غرام، بالكيلو غرام بدي اعرف اذا كانت كتلتها 700 غرام. هلا كتلة البطيخة الموجودة عندي 700 غرام، بسألك قديش كتلتها بالكيلو غرام؟ بدنا
بنحول من 7000 غرام إلى كيلو غرام، بننزل عنا 7000 من غرام إلى كيلو غرام. أي غرام طالع على كيلو غرام طالع، يعني بدي أقسم يامس على 1000. هلا شو بنسوي هون عنا مس؟ عنا قسمة، إذا كل صفر بده يروح ياخذ الصفر ويطيره، الصفر هذا أخذ هذا وطاره، الصفر الثاني أخذ صفر من هون وطاره، الصفر الثالث أخذ صفر من هون وطاره، شو ضل عندي؟ 7 كيلو غرام. إذا 7000 غرام كتلة البطيخة تعادل 7 كيلو غرام كتلة البطيخة. كم طنا كتلة شاحنة إذا كانت كتلتها 3000 كيلو غرام؟ هلا كتلة الشاحنة 3000 كيلو غرام، كم طن فيها؟ بننزل عندنا 3000 موجودة عندنا، من كيلو غرام إلى طن، نرجع الدرج، من كيلو غرام إلى طن طالعة أقسم على شو؟ على 1000. تطلع يا مس تقسمني فيها على 1000. إيه عندي عملية قسمة، يعني في عندي طيران مني من الأصفار. الصفر طير الصفر هاد، الصفر طير الصفر هاد، كمان الصفر هاد طير الصفر هاد. شو ضل عندي؟ 3 تقسيم 1 اللي هي عبارة عن 3 طن. هاي هي كتلة الشاحنة بالأطنان. لحد هيك تنتهي حصتنا يا مس، كتير درسنا سهل. برجع على الدرج، هلا بدي اياكم تميزوا وترجعوا تكتبوا لي وحدات قياس الطول لحال والكتلة لحال والزمن لحال عشان مع بعض على نفس الورقة عشان نقدر نميز بيناتهم. يعطيكم ألف عافية يا مس.